أخواتي الحاضرات، أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد ما شفنا في الحلقات السابقة المجال المهني وتعرفنا من خلاله على مجموعة من الدروس اللي كتعلق بالخياطة وبالفصالة وبإعداد عدة أنواع من الحلويات والمملحات، لا شك أن الكثير منكم تفكر في إنشاء مشروع في هذا المجال باش تحسنوا من المدخول ديالكم اللي غادي ينعكس عليكم اقتصاديا واجتماعيا بالنفع العميم وبالتالي تساهموا في تنمية البلاد. هذا الشيء علاش في هذه الحلقات المقبلة إن شاء الله غنتعرفوا على واحد المجال آخر، مجال مهم ومهم جدا. هذا المجال هو المجال الاقتصادي، وأول درس غنتعرفوا عليه في هذا المجال الاقتصادي هو تدبير الميزانية. درس تدبير الميزانية هذا الدرس اللي غنتعرفوا من خلاله على مجموعة ديال المعارف، مجموعة ديال الأدوات العملية اللي غادي تساعد الإنسان وغتمكنه باش يدبر المال ديالو بشكل أفضل. هذا الدرس ديال تدبير الميزانية تيدخل في إطار التربية المالية. سبق لنا وشفنا في الحلقات السابقة من المرحلة الثانية من المستوى الثاني في مادة التأهيل المهني والتكنولوجي الأهمية ديال تدبير الميزانية، ولكن في هذه الحلقات المقبلة إن شاء الله غادي نزيدوا نعمقوا المعارف ديالنا وغنحيطوا بكل ما يتعلق بالميزانية. قبل ما نبداو الدرس ديالنا بغيتكم تبعوا معايا هاد زوج ديال النماذج، هاد زوج ديال التجارب اللي غادي تحدث لنا على التجارب ديالها حول تدبير ميزانيتها. الروبورتاج. أنا عاد استراحيت أنا وراجلي من بعد ما نظمنا ميزانيتنا بالطريقة اللي كتناسبنا، وهذا الشيء كان ملي قررنا ناخذ تفسار ونسجلوا فيه كل شيء من مصروف الدار والحاجات اللي هما ضروريين. حددنا مصروف المدرسة ديال الدراري ومصروف الهاتف والضو والماء والبنزين ديال السيارة، وهذا التنظيم ديال الميزانية كان مناسب مع المدخول الشهري ديال راجلي. من بعد كيبقى لينا واحد المبلغ اللي يمكن لينا نستافدوا منه ونخبيه لدوائر الزمان، ولله الحمد. انا وراجلي بغينا نشريو دار نسكنوا فيها حنا وليداتنا. انا مشطونه بالشراء، داري عامره بالحوايج اللي تنحتاج ليها واللي ما تنحتاجش ليها. بعد المرات تنبغي نجمع شويه الفلوس، ولكن عاد تنخرج مع وليداتي في شي نزهه ما تنرجعو حتى نسالو داك المبلغ، وهكذا تتمر عليا اوقات اللي تنكون محتاجه فيها المال وما تلقاش. بعد ما تبعتوا معنا هاد الزوج ديال النماذج او هاد زوج التجارب، شكون تقول لي علاش التجربه الاولى كتحدث؟ نفيسه تفضلي. نعم استاذه، كتحدث على السيده نعيمه والزوج ديالها اللي كيفكروا يشريوا دار يسكنوا فيها هما وليداتهم، ولكن ما عندهمش الفلوس حيت ما كتوفرش، حيت كتشري اللي كتحتاجو واللي ما كتحتاجهاش. جيد، تبارك الله عليك نفيسه. وباش كتنصحوا السيده نعيمه حكيمه؟ تنصحوا السيده نعيمه تبقى تشري غير الحوايج اللي هما ضروريين وتوفر شويه من المصروف ديالها. جيد، تبارك الله عليكم. ننتقلوا للتجربه الثانيه. شكون تقول لنا التجربه الثانيه علاش كتحدث؟ زهره تفضلي. نعم استاذه، كيتحدث على السيده حياه اللي مرتاحه في حياتها. تبارك الله عليك زهره. كيفاش تمكنت السيده حياه باش توفر؟ اشنو هي الطريقه اللي تبعتها السيده حياه باش توفر؟ فاطمه. نعم استاذه، خدات الدفتر وبدات كتقيد فيه كل مصاريفها الضروريه باش تحكم في الميزانيه وما تصرفش كثر من المدخول ديال راجلها، وهاد الخطه مكنتها انها تجمع واحد المبلغ اللي تقدر توقف عليه في المستقبل. تبارك الله عليك فاطمه. اذا هذه مجموعه من التدابير اللي تبعتها السيده حياه باش توفر ما يكونش عندها مشاكل مستقبليه او مشاكل ماليه في المستقبل. اذا هذا هو اللي كنسميوه بتدبير الميزانيه. تدبير الميزانيه، باش نتعمقوا اكثر في هذا الموضوع غادي تتبعوا معايا هذه الصوره اللي غتظهر امامكم الان على الشاشه. اذا اشنو كتلاحظوا في هذه الصوره نفيسه؟ نعم استاذه، هذه واحد الاسره اللي جالسه كتنظم الميزانيه ديالها. جيد، اذا تقوم بتدبير الميزانيه. تسمعوا تدبير الميزانيه، غادي نقوم بتدبير الميزانيه، غننظم الميزانيه. ما معنى تدبير الميزانيه؟ اشنو تنقصدوا بتدبير الميزانيه حكيمه؟ هذا الشيء شفناه في مادة التأهيل المهني التكنولوجي، أن تدبير الميزانية هي واحد الخطة اللي كتساعدنا باش ننظموا المصروف والمدخول ديال الأسرة ديالنا بطريقة مناسبة وتتلبي لنا الاحتياجات ديالنا. جيد حكيمة، شكون اللي عنده شي إضافة؟ ما المقصود بتدبير الميزانية؟ أشنو كتعرفوا على تدبير الميزانية زهرة؟
نعم استاذه، الميزانيه كتفكرنا غير في الميزان، حيت حتى هي عندها جوج كفات، كفه ديال المداخل وكفه ديال المصاريف. وتنظيم الميزانيه ديالنا كيعني نوازنوا ما بين هاد جوج كفات ونوفروا شويه ديال الفلوس. تبارك الله عليك. بالفعل كل اسره خصها تحرص على تدبير الميزانيه ديالها، كل اسره خصها تحرص على تدبير الميزانيه وتركز على الضروريات اكثر من الكماليات، والاكثر من هذا انها خصها تغرس في الابناء ديالها ثقافه تدبير الميزانيه، وتعلمهم كيفاش انهم يصرفوا، ماشي ما يصرفوش ولكن ما يبدروش. كل اسره خصها تعلم الابناء ديالها كيفاش يصرفوا، ماشي ما يصرفوش ولكن يوفروا واحد القدر من المال اللي غادي يستثمروه في المستقبل ويشريو به الاحتياجات ديالهم. سؤال، كيفاش تكون تدبير الميزانيه؟ تنقول بغيت ندبر الميزانيه ديال غنقوم بتدبير الميزانيه، كيفاش غادي ندير فاطمه؟ نعم، كيخصنا ضروري نحسبوا المدخول الشهري ديالنا ونعرفوا المصاريف اللي خصنا ننفقوها وما نصرفوش اكثر من الامكانيات الماديه ديالنا. بالفعل المال هو واحد النعمه من عند الله سبحانه وتعالى، وهذه الكلمات ديال المال ذكرت مجموعه من السور القرانيه، ذكرت مجموعه من الايات، من بين هذه الايات الايه 46 من سوره الكهف واللي تقول المال والبنون زينه الحياه الدنيا، المال والبنون زينه الحياه الدنيا. لهذا تيخصنا نحافظوا على هذا المال ونعرفوا كيفاش نتصرفوا فيه. دابا غادي نسقسيكم، شكون اللي عارفه اشن هي الفائده من تدبير الميزانيه؟ بغيت ندبر الميزانيه ديالي علاش؟ باش غادي يفعني تدبير الميزانيه؟ ما هي الفائده من تدبير الميزانيه نفيسة؟ نعم استاذه، الفائده اللي غادي نربحوها هو اننا ما غاديش نوقعوا في شي ازمه ماليه كيف موقع السيده نعيمه. نعم تبارك الله عليك نفيسة. نعم. جيد. وحتى السيده مالكه كيف ما شفنا في المرحله الفايته وقعت في ازمه ماليه، منين مرض ليها ولدها وما لقاتش باش تشري ليه الدواء. جيد، شكون اللي عنده شي اضافه اخرى؟ ما الفائده من تدبير الميزانيه؟ واش عند حكيمه؟ تفضل حكيمه. فعلا خاصنا ندبروا الميزانيه ديالنا واللي بقى لينا نخبيوه باش الا قدر الله وجرات لينا شي حاجه نلقاو باش نصرفوه. تبارك الله عليك حكيمه. اذا تدبير الميزانيه هي واحد الخطه ماليه، تبعوا معايا وركزوا معايا مزيان. تدبير الميزانيه خطه ماليه كتساعدنا كيفاش نصرفوا الفلوس ديالنا بواحد الطريقه منظمه. تدبير الميزانيه كيساعدنا باش نوازنوا، كما قالت زهره ميزان، تنوازنوا بين المداخل وبين المصاريف. تدبير الميزانيه كيساعدنا باش ندخروا ونوفروا واحد المال باش نستثمروا في المستقبل ديالنا. جيد، اذا هذه هي الفائده من تدبير الميزانيه. شكون اللي عنده شي اضافه او شي تدخل؟ زهره. نعم استاذه، بغيت نسولك واش غير الاسره اللي خاصها توضع ميزانيه باش تخطط للمصاريف والمداخل ديالها؟ لا، تدبير الميزانيه تيكون في المدرسه، تيكون في التعاونيات، تيكون في الشركات، يعني جميع المشاريع تيكون فيها تدبير الميزانيه، ماشي غير في الاسره فقط. جيد، اذا هذه الافكار كلها اللي ناقشناها في هذه الحصه ديال اليوم غادي نحاولوا نجمعوها وغادي تبان على الشاشه. اذا شكون تقرا لنا هذا التعريف ديال الميزانيه باش نتعمقوا اكثر في هذا الموضوع؟ فاطمه. الميزانيه تخطيط منظم يحقق التوازن بين المصاريف والمداخل. أي هي العملية التي يتم فيها حساب الإيرادات والنفقات خلال فترة زمنية محددة. تبارك الله عليك فاطمة. جيد، سؤال، ما معنى الميزانية؟ ما المقصود بالميزانية من خلال هذا التعريف؟ فاطمة، اش المقصود بالميزانية من خلال هذا التعريف؟ نعم، الميزانية هي واحد الخطة مدروسة، هي اللي كتنظم لنا المصاريف والمداخل، هي كتحقق لنا التوازن بين المصاريف والمداخل. جيد، تبارك الله عليك. إذا شكون اللي عنده شي سؤال آخر أو شي إضافة؟ نفيسة. نعم أستاذة، شنو معنى التخطيط وشنو هي الأهمية ديالو؟ جيد، إذا قلنا الميزانية تخطيط، جيد، سؤال وجيه، سؤال جيد من عند نفيسة، ما معنى التخطيط؟ وتبعوا معايا لأن هذه كلمة غادي نشوفوها في الحلقات المقبلة بزاف. التخطيط هو واحد العملية كترسم لنا الأهداف. التخطيط هو اللي تعلم الأسر
كيفاش انها توزع الدخل ديالها على الحاجيات اللي تقدر تكون اسريه، بحال التغذيه، بحال الملابس، بحال الكراء، بحال مجموعه ديال المسائل. اللي ضروري في التخطيط هو اننا دائما تنوجدوه مكتوب فريقه، تنقول هاد الشهر ما غندير بحال الشهر اللي فات، هاد الشهر غندبر الميزانيه ديالي، غنخطط ليها. بمعنى تنجلس على الطابله تنشد وريقه، ضروري التخطيط تكتب فريقه. اشنو تنكتب في هاد الوريقه؟ تنكتب فيها المسائل او الحاجيات والمصاريف اللي بغيت في واحد الفتره معينه، مثلا شهر، تنقول هاد الشهر تيخصني، وتنبدا بالضروريات، نخلص الكرا، الماء، الضو، المدرسه ديال وليداتي، و و و. اذا حتى نخرج المصاريف الشهريه ديالي، ثم بعد ذلك تنحط ردوا معايا البال، تنحط المداخل ديالي او الموارد الماليه اللي تنملك او لا تتملك الاسره ديالي، وتنبدا نوزعها على دوك المصاريف بواحد الطريقه اللي هي منظمه، تنوزعها بالتساوي، ماشي غير تنشد الفلوس المدخول اللي عندي كله وتنزعو على دوك المصاريف ونجلس، لا، تنحاول ما امكن انني نوفر واحد المبلغ من المال اللي غندخرو، اللي غادي نوفرو باش نستثمرو في المستقبل في حاجات غادي ترجع عليا بالنفع، بالنفع العميم. جيد، اذا هذا هو التخطيط. اذا قلنا التخطيط هو اللي كيرسم لنا الاهداف. شكون اللي عنده شي اضافه او عنده؟ نعم حكيمه. استاذة، شنو هي معنى مصاريف ومداخل؟ جاي حكيمة تتقول لنا في التعريف كاين كلمة ديال المصاريف وكلمة ديال المداخل، ما معنى المصاريف والمداخل؟ عندكم فكرة على المصاريف والمداخل؟ يلا ركزوا معايا مزيان. المصاريف هذه الكلمة تنجوها حتى في الدارجة، تنقولوا مصاريف ومصروف، بمعنى ديك الفلوس اللي تنفقوها على الحاجيات اللي تقدر تكون أسرية، بحال كما قلنا الكرا، بحال التعلم ديال الاطفال، بحال شراء الملابس الى غير ذلك. اما بالنسبه لكلمه المداخل، المداخل هي داك الاجر المادي اللي تيتقاضاه الانسان مقابل واحد العمل تيقوم به، سواء انت تيتقاضاه الزوج او الزوجه ولا هما بجوج. والمداخل ماشي غير داك الاجر المادي فقط اللي تيتقاضاه الانسان، يمكن يدخل فيه كذلك الربح في التجاره، تيتسمى مدخول، كذلك الإرث تيتسمى مدخول، كذلك الكراء تيتسمى مدخول. بمعنى المداخل هي جميع المصاري، هي جميع داك الفلوس اللي تيكونوا داخلين في حساب الأسرة. جيد، شكون اللي عنده شي إضافة؟ شكون اللي يقول لي ما معنى كلمة الإيرادات في هذا التعريف؟ قال لك أي هي العملية التي يتم فيها حساب الإيرادات. ما معنى الإيرادات زهرة؟ ما معنى الإيرادات؟ بصراحه استاذه ما فهمناش المعنى ديالها. زين، انا نشرح لكم الايرادات. الايرادات هي الموارد الاجماليه الداخله الى حساب الاسره، هي كاع ديك الفلوس اللي تكون داخله الى حساب الاسره تسميها بالايرادات. والنفقات خلال فتره زمنيه محدده. ما معنى زمنيه محدده؟ فتره زمنيه محدده. ملي تنقول مثلا انني غادي نقوم بتدبير الميزانيه ديالي ولا نخطط الميزانيه ديالي، تنقول فتره معينه، واحد الفترة محددة. هاد الفترة يمكن تكون أسبوع، يمكن تكون جوج الأسابيع، يمكن تكون شهر، يمكن تكون شهرين، يعني تنحدد الفترة اللي بغيت نقوم فيها بتدبير ديال الميزانية ديالنا. جيد، الآن شفنا المقصود بالميزانية. شكون تقول لي ما المقصود بالميزانية؟ فاطمة؟ نعم، هي خطة كتنظم لنا المصاريف والمداخل ديال الأسرة وغيرها. تبارك الله عليك. جيد، وما معنى التخطيط؟ بحال ذكرنا دابا نفيسه. نعم استاذه، التخطيط هو اللي كيساعدنا باش نصرفوا المداخل ديال الاسره ديالنا بطريقه اقتصاديه. جيد جدا. اذا الميزانيه هي تخطيط منظم يحقق التوازن بين المداخل والمصاريف. اللي بغيتكم تعقلوا عليه مزيان، اننا ملي تنقولوا تدبير الميزانيه، الدماغ ديالي تيمشي مباشره للميزان كما قالت لينا زهره. الميزانيه، الميزان عنده جوج الكفات، كفه المداخل، كفه المصاريف، تيخصهم يكونوا متوازنين، اولا المداخل تيخصها تكون اكثر من المصاريف باش نوفر شويه. مفهوم؟ جيد، اذا قلنا الميزانيه هي تخطيط منظم يحقق التوازن بين المصاريف والمداخل. وهذا التخطيط عنده مجموعه ديال الاهداف اللي غادي نحاولوا ان شاء الله في هذه الحصه نستخلصوها جميع. سؤال،
ركزوا معايا مزيان، ما الفائده من التخطيط؟ تنقول تي خصني نخطط الميزانيه ديالي، علاش؟ ما الفائده من تخطيط الميزانيه حكيمه؟ استاذه تنخططوا باش نصرفوا على الاحتياجات ديالنا ونوفروا شويه ديال الفلوس باش نلقاهم في المستقبل وما نضطروش نتسلفوا. تبارك الله عليك، هذا هو اللي كنسميو الاستخدام الامثل للموارد الماليه. الاستخدام الامثل للموارد الماليه هو اللي غادي يظهر امامكم الان على الشاشه. حكيمه يمكن تقراي لنا هذا الهدف؟ الاستخدام الامثل للموارد المالية. جيد حكيمة، إذا هذا الهدف الأول من الأهداف التخطيط، وهو أهم هدف عندنا في التخطيط، أننا تنعرفوا خصنا نستخدموا الموارد المالية ديالنا بواحد الشكل اللي هو مزيان وجيد. جيد، سؤال ثاني. أول حاجة تنقول غندير التخطيط، أول حاجة تندير شنو هي؟ تنقول خصني نخطط، تنجلس على الطبلة وشنو أول حاجة تندير؟ شنو هي؟ زهرة؟ نعم أستاذة، كنحدو شنو باغي نديرو بهذاك الفلوس. جيد، ومن بعد كنعزلو المصاريف اللي عارفينها، بحال شحال غادي نخلصو في الماء والضوء والكرا والمصاريف ديال البيت. ثم كنديرو شنو هما الحوايج اللي غادي نشريوها من هاد المدخول من بعد ما خرجنا المصاريف ديالنا. جيد جدا زهرة، إذن هذا يعني شنو تنديرو هنا؟ تنحددوا الاهداف اللي بغينا نحققوها، تنحددوا الاهداف اللي بغينا نوصلوا ليها. زيد، وهذا هو الهدف اللي غادي يظهر امامكم الان على الشاشه، وهذا الهدف مهم ومهم جدا في عمليه التخطيط. تحديدوا الاهداف الواجب تحقيقها. اول حاجه تندير في التخطيط تنحدد بعدا الاهداف ديالي، اشنو بغيت، لاش بغيت نوصل. ها تيخصني نخلص المدرسه، تيخصني ندير هذيك هي اللي كنسميوها تحديد الاهداف الواجب تحقيقها. الان دبرت الميزانيه ديالي، خططت الميزانيه ديالي، وفرت واحد شويه ديال الفليسات، انا فرحانه ما حد الفلوس تيدخروا تيتزادوا، وانا تنفرح والسعاده تتعم في البيت ديالي، لاننا موفرين واحد المبلغ من المال غادي يفيدنا في المستقبل ديالنا. هادشي علاش كيدفعني، او علاش علاش تيوصلني ملي تنلقى بانني وصلت للهدف ديالي اللي بغيت؟ علاش تيدفعني هذا فاطمه؟ نعم، هذا الشيء كيشجعنا اننا نديرو حوايج اخرين بلا خوف، يعني نتخذوا قرارات تهم الميزانيه ديالنا. جيد جدا فاطمه، بمعنى ان هذا تيحفزني، هذا تيشجعني باش نتخذ قرار اخر، وباش نشوف واحد الهدف اخر، وباش نطمح لهذا الهدف انني نحققه. وهو اللي غادي يظهر امامكم الان على الشاشه، التحفيز على اتخاذ القرار الصحيح. قري فاطمه. التحفيز على اتخاذ القرار الصحيح. جيد، كذلك هذا هدف من الاهداف ديال التخطيط. شكون اللي عنده شي هدف اخر من غير هاد الاهداف اللي ذكرنا؟ نعم نفيسه. نعم استاذه، ملي كنديروا التخطيط كيكون عندنا واحد الهدف، هو اننا ما نوقعوش في شي ازمه ماليه. نعم، وحتى لو وقعت كتكون خفيفه وكيسهل علينا نلقاو ليها الحل. جيد، لان الحد من الازمات المتوقع حدوثها والتقليل منها كذلك هدف من الاهداف ديال التخطيط. انني ملي تنخطط ما تنوقع في واحد الوضع متازم، او لا واحد الوضع مالي متازم، لا. وحتى الا كان تيكون خفيف، ولا كاع كان خفيف ولا كان، تنكون تنبحث على واحد الخطط اللي هي بديله باش تنحاول انني نخرج من ديك الوضع المتازم. جيد، وهذا هو اللي غادي يظهر امامكم الان على الشاشه. اذا زوج ديال الاهداف، شكون تقرا لنا هاد زوج ديال الاهداف؟ نفيسه تفضلي. الحد من الازمات الماليه المتوقع حدوثها. نعم. والتقليل منها. نعم، وضع خطط بديله. بديله، جيد. اذا هذه مجموعه او جزء من الاهداف ديال التخطيط. كاين اهداف اخرى كثيره، اذا ذكرنا واحد المجموعه منها، وهاد الاهداف كلها اللي شفناها الان غادي نشوفوها في هاد الخطط اللي غتبان على الشاشه. اذا شفنا تقريبا شحال من هدف؟ ها شفنا شحال تقريبا؟ خمسه ديال الاهداف هي اللي غتبان الان ان شاء الله على الشاشه. جيد، شكون تقرا لنا هاد الاهداف؟ شكون تقرا لنا الاهداف؟ حكيمه، يلا تفضل حكيمه. تهديفه
تهدف عملية التخطيط إلى نعم الاستخدام الأمثل للموارد المالية. جيد. التحفيز على اتخاذ القرار الصحيح. نعم. تحديد الأهداف الواجب تحقيقها. نعم حكيمة. الحد من الأزمات المالية المتوقع جيد حدوثها والتقليل منها. جيد. وضعي خطط بديلة. إذن هذه هي الأهداف ديال التخطيط. بعد الآن شفنا المعنى ديال الميزانية وكيف تنقوم بالتدبير ديالها وتعرفنا على المعنى ديال التخطيط. غادي نحاولوا نثبتوا هذه المعلومات وهذه المكتسبات من خلال واحد النشاط اللي غادي يظهر الآن أمامكم على الشاشة. نشاط تطبيقي غادي نحاولوا إن شاء الله ننجزوه جميع. إذن هذا النشاط يقول السيد حميد أبو لطفلين، تبعوا معي مزيان، يشتغل في مؤسسة براتب شهري قدره 6000 درهم، وزوجته تعمل مربية براتب 1000 درهم، لهذه الأسرة مصاريف شهرية تتمثل في، عندها مجموعة ديال المصاريف، فاش تتمثل؟ 2000 درهم لدراسة الأطفال، 1500 درهم للنقل، و1000 درهم للماء والكهرباء والهاتف، و2850 درهم لمصارف أخرى. المطلوب منا في هذا النشاط هو أننا نعاونوا السيد حميد باش يوضع الميزانية ديالو من خلال هذا الجدول اللي غادي يظهر امامكم الان على الشاشه. اذا هذا الجدول كما تلاحظوا كيتكون من زوج ديال الخانات، الخانه ديال المداخل والخانه ديال المصاريف، ودابا راه عندنا فكره على المعنى ديال المداخل والمعنى ديال المصاريف. اذا المداخل ديال السيد حميد والزوجه ديالو غادي نجاوبوا عليها من خلال الاجابه على هذه الاسئله اللي قدامنا في الخانه ديال المداخل. شكون تقرا لنا الجمله الاولى وتجاوب لنا عليها؟ حكيمه يلا تفضلي. الدخل الشهري للسيد حميد هو 6000 درهم. جيد. اذا قلنا السيد حميد تيتقاضى واحد المبلغ شهريا في المساله اللي هو 6000 درهم. جيد. وغنكتبوا 6000 وننتقلوا للجمله الثانيه. شكون تقرا لنا الجمله الثانيه وتجاوب لنا عليها؟ زهره تفضلي. الدخل الشهري لزوجته هو 1000 درهم. جيد. اذا السيد حميد تيتقاضى 6000 درهم، الزوجه ديالو كتقضى 1000 درهم. دابا شكون اللي تحسب لينا شحال هي المداخل؟ ايوا تبعوا معايا. دابا شرحنا المداخل، ها هو التطبيق ديالها. شحال المداخل ديال هذه الاسره؟ اشنو هي الطريقه اللي غادي نديروا فاطمه؟ نعم، غادي نديروا عمليه الجمع. جيد. غنجمعوا ونديروا عمليه ديال الجمع. شنو غنديروا؟ غنجمعوا المصروف المدخول ديال الراجل. نعم. ومع المدخول ديال مرتو. جيد. إذا تنحطوا المدخول ديال السيد حميد اللي هو 6000 درهم، وكنزيدوا عليه المدخول ديال الزوجة ديالو اللي هو 1000 درهم، وكنديروا عملية الجمع. زيد يلا نبداو فاطمة. نعم، عندنا نبداو من الوحدات. دائما الوحدات. نعم. صفر زائد صفر كيساوي صفر. نعم. ننتقلوا للعشرات. صفر زائد صفر كيساوي صفر. نعم. ننتقلوا للمئات، عندنا صفر زائد صفر كيساوي صفر. بارك الله عليك. وننتقلوا للالاف، عندنا 6 زائد 1 تساوي 7. جيد. اذا شكون تقول لي شحال هي مجموع المداخل ديال الاسره ديال السيد حميد؟ شحال نفيسه؟ شحال المجموع؟ 7000 درهم. جيد. 7000 درهم تنكتبوها في المكان الخاص بها. اذا مداخل السيد حميد والزوجه ديالو لقينا 7000 درهم. الان غننتقلوا للخانه ديال المصاريف. شكون تقول لنا كيفاش غادي نحصلوا على المجموع ديال المصاريف ديال السيد حميد والزوجه ديالو نفيسه؟ نعم استاذه، غادي نديروا عمليه الجمع المصاريف. نعم جيد. اذا شنو غنديروا؟
غادي نديروا مصاريف حتى مدروس الاطفال اللي هي 2000 درهم. جيد، قال لك مصاريف ديال مدروس الاطفال 2000 درهم ومصاريف النقل شحال؟ 1500 درهم. جيد تبارك الله عليك، 1500 درهم. وفواتير الماء والكهرباء والهاتف 1000 درهم. تبارك الله عليك، جيد. ومصاريف اخرى اللي هي 2850 درهم. جيد تبارك الله عليك، جيد جدا. اذا باش نعرفوا المجموع قلنا غنديروا عمليه نفيسه، غنديروا عمليه الجمع. عمليه الجمع، مشيو عند حكيمه ديري لنا هذه العمليه حكيمه. نعم، جمعي لنا المصاريف ديال الاسره السيد حميد. يلا غادي نحطوا 2000 درهم اللي هي ديال التمدرس. جيد، ونديروا تحت منها، ونحطوا تحت منها 1500 درهم. نعم، ونقوموا 1500 نحطوا تحت منه 1000 درهم ديال الكهرباء والماء. نعم، الهاتف و 2850 درهم المصاريف الاخرى. المصاريف الاخرى نحطوا حتى لتحت، ثم نديروا سطير ونحطوا عمليه الجمع. جيد يلا سيدي حكيمه، نجمعوا هذه العمليه. نعم، 0 زائد 0 زائد 0 زائد 0 تساوي 0. 0، جيد. ننتقلوا للعشرات. يلا ننتقلوا للعشرات. 0 زائد 0 زائد 0 زائد 5 تساوي 5. يلا جيد تبارك الله عليك، نمشيو دابا للمئات. 0 زائد 5 تساوي 5. نعم، 5 زائد 0 تساوي 5. 5 زائد 8 تساوي 13. تبارك الله عليك. تنحطوا 3 تحت من تحت المئات وتنحتفظوا بواحد. نعم، جيد. ثم تنتقلوا للالاف، تنحسبوا ذاك الواحد اللي احنا احتفظنا به. نعم، واحد زائد جوج 3 زائد 1 4 زائد 1 5 و5 زائد 2 تساوي 7. تنحطوها تحت الالاف. جيد، اذا شحال هو المجموع؟ نمشيو عند زهره، ولي مجموع ديال المصاريف ديال السيد حميد والزوجه ديالو شحال زهره؟ 7350 درهم. جيد، وغادي نحطوها في المكان الخاص بالمجموع. بقى لنا الادخار. واش هاد الاسره ملي نشوفوا شحال هو المجموع ديال المداخل؟ فاطمة شحال مجموع المداخل ديال الأسرة؟ مجموع المداخل عندها 7000 درهم. جيد، 7000 درهم. والمجموع ديال المصاريف شحال؟ عندها 7350. شنو كنلاحظوا؟ واش هاد الأسرة استطاعت باش توفر شي مبلغ؟ حكيمة؟ على هاد الأسرة كتصرف أكثر من المدخول ديالها. جيد جدا، إذا هاد الأسرة كتصرف أكثر من المدخول ديالها. هادشي مناش جاي؟ مناش جاي هادشي فاطمة؟ هادشي جاي من غياب تدبير الميزانيه. من غياب تدبير الميزانيه ولا من غياب تخطيط الميزانيه. جيد جدا، اذا كما تلاحظوا على اذا المبلغ ديال الادخار شحال غادي نديرو هنايا في الادخار؟ شحال غنديرو؟ ما عندها والو، يعني عندها صفر. اذا كنلاحظوا بانهم تيصرفوا اكثر من المدخول ديالهم، اذا هنا ما كاينش تخطيط الميزانيه، ما كاينش تدبير الميزانيه. جيد جدا، اذا هذه الافكار او هذه المناقشه ديالنا اللي شفنا وهذه التعلمات كلها غادي ننتقلوا، غادي نحاولوا نجمعوهم في واحد الخلاصه اللي غتبان الان على الشاشه. اذا هذه الخلاصه هي الاتيه. شكون تقرا لنا هذه الخلاصه؟ شكون؟ يلا قري فاطمه. وضع الميزانيه وتخطيط لها خطه ضروريه. خطوة ضرورية في حياتنا. جيد، وضع الميزانية والتخطيط لها خطوة، واحد الخطوة اللي هي مهمة وضرورية في الحياة ديالنا. جيد، ننتقلوا للفكرة الثانية. من الواجب على الأسرة أن تخطط لميزانيتها لتحقق أهدافها. جيد، ننتقلوا للفكرة الثالثة. عند وضع الأسرة لميزانيتها لا بد من مراعاة مجموعة من الأمور، وهي دخلها ومصارفها والتزاماتها. والتزاماتها، الالتزامات هي يعني واش ما عندنا شي كريديات، واش ما عندنا. المهم هذه المسائل غادي نرجعوا لها في الحلقات المقبله ان شاء الله. اذا بهذا تكون الحصه ديالنا ديال اليوم تدبير الميزانيه كملت، ولكن قبل ما نودعكم غادي نكلفكم بواحد النشاط منزلي اللي غتنجزوه ان شاء الله، وغادي انصحوا جميع فيما بعد. اذا هذا النشاط المنزلي او هذا النشاط التطبيقي تيقول، تبعوا معايا. السيدة عبير عاملة بشركة دخلها الشهري
3600 درهم، ودخل زوجها الشهري 2000 درهم. هي تتكلف بمصاريف التمدرس ومصاريف أخرى قدرها 2300 درهم، في حين يتكلف الزوج بمصاريف الملبس والتغذية وقدرها 1050 درهم. ما مجموع مداخيل ومصاريف هذه الأسرة؟ ما هو المبلغ الذي تدخره؟ إذن كما تيبان هذه الأسرة ديال السيدة عبير تبارك الله عليها مقسمة المصاريف بينها وبين الزوج ديالها وتساعدوا في المصاريف، هي واحد الميزة اللي هي جميلة وجميلة جدا. والآن المطلوب منا في هذا النشاط هو أننا غادي نجاوبوا على هذه الأسئلة من خلال ملء هذا الجدول. إذن إن شاء الله غادي نتلاقوا في الحلقة المقبلة وغادي ننصحوا جميع هذا النشاط. إلى هنا تنقل لكم دمتم في رعاية الله وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.